السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. أنا النهاردة هبدأ اليوتيوب، وأنا طبعا جديد في اليوتيوب، فأنتوا دلوقتي من دلوقتي هتعرفوا إن أنا بحب أبدأ بدري كده. أنا بدأت بدري جدا وجبت، شايفين الأيرون بيكاكس؟ شايفين مولع أيرون بيكاكس ده؟ مولع، هيولعكم أنتوا كمان، والكل ده أنا هولعكم بيه. حط الايرون بيكاكس اهو في ايدك وابلع، اشوطك كده واشوطك واشوطك ابلع. والنهارده طبعا عشان انا عندي ايرون بيكاكس لازم، ولازم يعني لازم، ويعني لازم اجيب دايموند. انا بتعمل كرافتش لاي حاجه، فانا هنا عندي شموع، شويه شموع احطهم كده عشان مش عاوز اي زومبيز او سكيلتونز المعفنين دول يجوا هنا. فانا حطيت شويه سماعات، وهنا لو دخلتوا تحت تشوفوا ليه في كو هتستقلوا لما توصلوا هنا. استنى، ايه الكوبستون؟ استنى بس، قصدي اهو ليه في درت هنا؟ مين حط الدرت يا شموع؟ مش عارفه يا شموع ليه في درت. ليه في درت هنا؟ مين حط الدرت يعني؟ جا منين؟ لو حفرنا بقى شوفوا، شايفين اللي تحت؟ سامعين؟ اسمعوا اسمعوا، ده كله وحوش، فاحنا بقى مش عاوزين. وطبعا الشفل بتاعتي هتتكسر، فيلا بقى نكسرها. كسر كسر كسر، يا لهوي يا لهوي، اقفل 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 يا حاج، اقفل اقفل اقفل، ماليش دعوة عندي كتير من، بس اكسر الشفل بس عشان اعمل واحدة جديدة. ابلع شفل، كسرها على دوخة، شفل يلا كسري. خلاص يا شباب شكلنا مش هنعرف نكسر الشفل دي، وخليها تقرب تخلص، ويلا نشيل الشمعة دي بس، ويلا نكمل. درت اللي معفن ده مش عاوز درت هنا، درت اللي معفن. تعالوا بقى مش نكسر البيكاكس الايرون عشان نعرف نجيب الدايموند ونعمل ده الغالي ده. معلش ده ايرون. طبعا احنا عاوزين نجيب الفول سيت بالارمر، اقدر اجيب بتاع ايرون لو اقدر، بس انا عاوز كل حاجه دايموند، كل حاجه دايموند، انشاتد وانشاتد، هجيب كل حاجه، اوبسيديان وكل حاجه تقدر تجيبها في اللعبه. بس نحط شويه شموع، نولع بس، نحط شويه شموع، لا الشموع. و يلا نكسر واحد الأربعة دول، واحد اثنين ثلاثة أربعة. معلش الشموع دي بتعمل كده ليه؟ شايفين بتولع كده فوق مش بتخبط، بس بص مخرب بطي، تروح تكمل فوق. ايه ده؟ لعبة اخوة والله غريبة يا شباب. تعالوا نحفر هنا شوية ونشوف نلاقي ايه. اخيرا كسرنا. دلوقتي نعمل واحدة جديدة، لو كان عندي ايرون والله هعمل واحدة ايرون، بس مش عندي. تعال نشوف نقدر نجيبها على طول. ايوه ابلع، اقدر اعمل 22؟ لا مش عاوز، انا عاوز واحدة بس يا حبيبي. ايوه شافل، شافل الجديدة شكلها حال. ابلع ابلع، يلا كسر كسر كسر، كسر دور كده. وطبعا انا تعال نشوف ننزل تحت كده، يا رب ما يكونش في كهف، انا ليله سودة. هنروح انا ننزل من هنا بقى، نعمل ماين جديد. عندي ستاك، وكمان يعني اوف فلينتنس، اوه محتاج ايرون والله، بحب الفلينتنس ستيل. طب ايه اللي جاب؟ اقدر اعمل كاربت بكده، حلو حلو باب، احنا بنلاقي حاجات جديدة. شموع والبامكن، ازاي اجيب البامكن دي يا حبيبي؟ بس
ازاي اوه اقدر اعمل ليفر. ناس هنجيب شموع، بس محتاجين شموع. ايوه كتير او كتير كتير. لا وصلنا، لا انا بفكر اعمل شموع كمان، عندنا كتير شوية حلوين. يا شباب ازاي هنجيب كول كمان؟ عندنا 3 بس. شايفين الدايموند سورد ده عمل ازاي؟ شايفين عمل ازاي؟ شايفين الدايموند بيكاكس عمل ازاي؟ كروس بو ازاي نعمل؟ ايه ده تريب واير هوك؟ ازاي اعمل تريب واير هوك ده يا شباب؟ اوه ايه ده، ايه ده، اوه ده ليزر تونيك، مش اسمه تشيست بليت الهلمت. طب بصوا، لا انا عاوز اعمل، طب هو انا سامع شوية فرخات، فالمفروض يكون انا عديت النهار. حط شوية شموع هنا بس، شمعة. يلا ننزل بقى يا شباب، احنا لازم ننزل سلسلة، يعني هنعمل سلسلة، انتوا عارفين يعني هنعمل سلسلة. تعالوا نسميها ايه يا شباب؟ بقى في الفيديو التاني تعالوا نسمي السلسلة. انا سامع سكيلتونز برا، لا ولا جايين من تحت هنا. انا والله انا يا شباب انا محتاج سرير، محتاج سرير زي عم سرير فش، محتاج 3 وول. طيب انا محتاج 3 وول، بس اجيب الول ده منين؟ ولو ما فيش شيب محتاج شوية خروف، الخرفان لازم يطلعوا في النهار مش في الليل. كسر يلا كسر. بدأت تظلم يا شباب، بدأت تظلم. حط شوية شموع، شموع واحدة بشوية. انا بقول ايه، تعالى ايضا نطلع كده. شايفين الحاجة الغريبة دي؟ شايفين ما شايفين دي كده، دي كده يعني شايفين حاجة غريبة والله. ايه الصوت ده؟ شباب في حد بيمشي. الصوت هو ده سكيلتن، سكيلتن معفن. عاوز ده، عاوز الضربات دي سكيلتن. في فرخات بره، في ازاي؟ لا شباب انا خفت بقى، انا خايف شباب اللي بيحصل. اوف 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 ده اللي انا عاوزه، ده انا عاوزه. فين الفرخه دي؟ فين الفرخه المعفنه دي؟ عندي صوت عالي جدا. انا اولع المكان بقى، احط شويه شمعات كده يا شباب. الصوت يخوف، يقلش الصوت، ما وط الصوت. لا 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 الصوت يقلق، الصوت يقلق. انا مش نازل تحت، مش نازل، مانيش لازم، مانيش لازم. سامعين؟ مانيش لازم. حط بقى الكول جوه عشان مش عاوزين نخسر. طيب اوعى تولع يا فرنس، لو ولع ده يحرق البتاع ممكن. طيب استنوا نشوف اي حاجة نقدر نعمل. اوه ابواب، ده اللي احنا عاوزين ابواب عشان نعرف نطلع وندخل كده براحتنا. الابواب اللي بتعجبني اهي دي، وطبعا انا بستخدمها في كرافت سمان، لعبة حلوة. بس هنقبل انا لا طلعنا من الجيم اهي. ياه اوه لازم نعمل وذر، انا عاوز اعمل وذر. طيب كون الكون هي، انا عارف ان دي امبريكابل. اوه قادرة ياه ناين، انا مش عاوز ناين، مش عاوز ناين. الستون كاتر دي على فكرة مفيدة،
عشان اظن ودي كمان مفيدة، عشان لو انا عملت 3 و4 حوالي 3 و4 كده اقدر، لو انا يعني لو انا رحت الاند وموت الاندر دراجون، ولو انا عاوز اطيره تاني واجيب الاكس بي كتير ده اقدر اجيب حوالي 4 و3 من البتاعات دي، البيكنز دول اللي بنسى اسمهم كل شوية. بعدين يا شباب استنوا، اقدر احييه تاني، يعني ده مفيد، مفيد جدا، مفيد يا ناس، مفيد مفيد، يعني احنا نقدر نجيب اكس بي ان احنا هنانشنت جزل، تعمل ايه بالشموع دي، ان احنا هنانشنت جزليون مره، جزليون مره، ان احنا مش هنوقف. و اظن ان ده نهاية الفيديو يا شباب، عشان كده رحت في الفرونت. ويا شباب مع السلامة، اشوفكم في الفيديو التاني. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.